الأستاذ محمد العربي قرين على هامش انتخابه يعني ممثلا لطلبة كلية متعددة التخصصات، يعني تكلمنا على السياق اللي جا فيه هذا الاهتمام يعني بالوضعية ديال الطالب وحاول إيجاد حلول لمجموعة من المطالب الطلبة، سواء في النقل، سواء في التكوين، سواء في التواصل، يعني سواء في التوفير ديال المرافق. نخلو الكلمة بداية قبل الانطلاق في صلب الموضوع، لابد لي أن أستغل الفرصة لأتوجه بالشكر لمجموعة من الفاعلين والقوى الحية من داخل الساحة الجامعية ومن خارجها على العمل الجبار الذي قامت به لكي يعني يتوجه في هذا الاستحقاق. أتوجه بالشكر لقطاع الطلاب الاتحاد الاشتراكي الذي كان له دورا كبيرا في هذا الأمر، ثم لاتحاد العام طلبة المغرب، وكذا لبعض القوى من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كذا مجموعة من المتداخلين ومن الطلبة الذين لا يمكن أن أنسى فضلهم. على العموم هي لائحة طويلة لا يمكن أن أختصرها في اسم أو اسمين. تحية للجميع وشكرا. هذه الثقة التي حصلت عليها هي دين في رقبتي، رده هو الوقوف على يعني الملف المطلبي الذي سطر على مدى يعني إطار القانون الذي يعني يؤثر هذه التمثيلية يعني على مستوى القانون الذي يؤثر هذه التمثيلية هو قانون الإطار رقم 0001 الذي يعني جاء في إطار إصلاح الجامعي الذي كان في سنة 2000 في موسم 2001، هو جاء في إطار في سياق أو على خلفية تراكمات تاريخية عدة طبعتها نوع من النضالات الطلابية من داخل الساحة الجامعية من طرف طلبة الاتحاد الوطني طلبة المغرب وكذا القوى الأخرى كالاتحاد العام طلبة المغرب لتنزيل هذا القانون، إلا أنه الأخذ به، الفرق ما بين الأخذ به وعدم الأخذ به ما بين القطاعات الطلابية يرجع إلى ما مدى يعني القوة الاقتراحية للطالب من داخل هذا القانون الإطار. تبقى لكل وجهة نظره، وكانت وجهتي نظري في أن أستغل هذا الباب القانوني ما دام قد فتح، لماذا لا نبدي يعني تجاوبا معه ومحاولة التجربة، لما لا نقول التجربة، وحتى إن تبت العكس فكان على الأقل جربنا جربتم الأسلوب الديمقراطي يعني في اختيار تمثيلي عن طريق التصويت يعني الترشيح والتصويت وتمت بشكل ديمقراطي يعني بالنسبة للفصل يعني إلا بغينا نقولوا الأجواء التي مرت فيها الانتخابات يعني بغينا نقولوا من ناحية الطلبة التمثيلي ديال الطلبة اللي حاولت تقدم الترشيحات ديالها، الظروف التي مرت فيها هذه الانتخابات بالنسبة للطلبات يعني ربما كنت آخر من قدم ترشيحه الترشيحات. كانت هناك 3 ترشيحات بالنسبة للإجازة الأساسية وترشيح واحد بالنسبة لسلك الماستر. بالنسبة للترشيحات كانت مرت في ظروف عادية، تم الاتفاق على الإجراءات الشكلية و يعني الأوضاع التي سيكون فيها يوم يعني الاستحقاق. الحملة كانت يعني في إطارها المعقول، كل حد بحدوه في محاولة إبراز نقاط قوته ومحاولة تقديم يعني مقترحاته وكيف سيخوض هذا الاستحقاق وعلى أي أساس. احترامي لكلا المنافسين واللذين يعني كانا في مستوى الحدث. بالنسبة لي كانت لدي تراكمات لمدة 3 سنوات
عملت من خلالها داخل أندية وداخل يعني مجموعة من الأمور والأنشطة الداخلية للكلية، علمنا المشاكل التي نعاني منها من خلال ما يروج من أحاديث ومن نقاشات بيننا كطلبة، وحاولنا الترافع عليها في أكثر من مناسبة، لكن تبقى يعني للصبغة القانونية أهميتها. نعم، من خلال تشخيص يعني المشاكل التي يعاني منها الطلبة بخاص بصفة خاصة، يعني تحديد الأولويات، يعني هناك تشخيص الأولويات حاليا بالنسبة بصفة خاصة على مستوى النقل، على مستوى المرافق، توفير المرافق الخاصة بالطلبة اللي كتوفر بالنسبة للأولويات، بالنسبة للملف المطلب الأولويات تبدو واضحة، هناك ما هو مادي وهناك ما هو يخص مسار الطالب التعلمي. إذا ما تحدثنا عن ما هو مادي، من ناحية التكوين ومن ناحية التواصل كذلك في محيط الجامعة مع الأسرة ومع المحيط يعني الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بصفة خاصة، انفتاح المؤسسة والجامعة على محيطها. أكيد بالنسبة للملف المطلبي هناك أولويات النقل، فطلبة القصر الكبير ولا طلبة العرائش يعانون الأمرين في النقل، وخصوصا في التوقيت الإداري الحالي، يعني كيف لطالبة تقطن بحي المنار أو بحي الوحدة أو بحي الناصر أو بحي يعني الجيش الملكي، أو يعني هناك مجموعة من الأحياء التي جاءت بعيدة عن الخط، عن خط النقل الذي ينقل الطلبة إلى الكلية. فيعني هناك من يحتاج إلى ساعة من الزمن لكي يصل إلى مكان وصوله. وحينما نتحدث عن الفترات الصباحية، النقل يمر في تمام الساعة 8:15 أو 8:20، بمعنى أن الطالب يجب عليه أن تستيقظ باكرا في تمام السابعة والربع أو السابعة لكي تهيئ نفسها، هذا إن كانت قد تناولت وجبة الفطور أم لا، وتذهب إلى في تلك الأجواء. ونعلم جيدا حينما نتحدث عن حي الناصر وعن حي الوحدة تلك الطرقات وما تعتريه من أخطار على الطلبة والطالبات على حد سواء في ذلك الصباح، من اعتراض يعني من المجرمين ومن يعني مجموعة من المخاطر. مستوى توفير الأمن يعني في محيط ديال الجامعة، يعني نتحدث عن النقل أولا، يعني ثم تصل إلى 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 يعني الحافلات النقل، ثم وإذا كانت مثلا الجو مطرا أو شيء آخر فإن الأمر يكون مستحيلا، وبالتالي يضطرون إلى التغيب وبالتالي ضياع مجموعة من المحاضرات أو الدروس عليهم. بالإضافة إلى يعني جودة التكوين وجودة الخدمات المقدمة للطالب، يعني سواء على مستوى النقل وكذلك على مستوى المرافق. مستوى المرافق نحن تحدثت عن النقل في العرائش، ولكن يجب أن أتحدث عن النقل في القصر الكبير، فهو مسألة لها أهميتها. سابقا ربما كانت هناك مجموعة من الإجراءات يعني أو الوسائل كان مثلا الحافلة تنطلق من أمام الملحقة بالكلية، ملحقة الكلية المتعددة التخصصات العلاجية، ثم تصل إلى مكان معين وهي في طريقها تقوم يعني بتجميع الطلبة. وكانت هناك مثلا حافلات تأتي من المناطق المجاورة لمدينة القصر الكبير، ثم تصل بالطلبة إلى مكان يعني انطلاقتهم إلى الكلية، ثم يعني كيجيوا الكلية ليس هناك إشكال. أما الآن فيجب عليهم الالتحاق بالمكان، ويعني هناك من يضطر إلى ساعة أو ساعة إلى ساعة ونصف لكي يصل إلى مكان النقل، ثم يأتي إلى الكلية متعدد التخصصات. هذا فيما يخص النقل على مستوى القصر الكبير وعلى مستوى العرائش. وهناك حلول مقترحة، نحن لسنا يعني نتحدث انطلاقا من محاولة إبراز المشاكل والرجوع إلى الوراء، لا، نحن نحاول أن نجد الحلول.
لسنا هنا لخلق المشاكل بل الأساسي هو انخراط الطلبة، يعني بالنسبة للانخراط ديالهم داخل الدينامية حل المشاكل. احنا كنعرفوا بأن الكلية خصها محاور، لكن عارفوا بأن الاتحاد الوطني المغربي هو اللي كي عنده ملف مطلبي، يعني انتم بالنسبة لكم كيفاش غتعملوا باش اقناع الطلبة الانخراط في الدينامية لإيجاد حلول؟ حينما نتحدث عن الديمقراطية وما أفرزته صناديق الاقتراع، يعني هناك يعني ممثل للطلبة. الإشكال الذي كان مطروحا وهو كيفية التعامل مع هذه المهمة، يعني هناك هي مهمة بقي فيها الأمر مفتوحا للمكلف بأن يجد الوسائل والسياق التي سيقوم من خلالها بتدبير الملفات المطلبية. خطتي في هذا الأمر وتصوري هو أن الإشكال كان مطروحا في غياب التواصل ما بين ممثل الطلبة وما بين الطلبة، هذا من جهة. غياب خطة للعمل عند المكلف في كيفية الاشتغال على مشاكل الطلبة فتعدد الشعاب وتنوعها هو أكيد سيلقي بظله على المشاكل، وبالتالي ستتنوع المشاكل وستتعدد، ومن أجل رصدها لا بد من خلية، لا بد من أن اليد الواحدة لا تصفق. إذن ما معمول به في المدارس هو نفس المنطق الذي سننهجه من خلاله. طبعا يبقى المخاطب أمام الإدارة أو المخاطب داخل المجلس الكلية هو ممثل الطلبة. إذن طبعا السؤال وما أهمية تلك المجموعة؟ دور تلك المجموعة هو دور تقني وبحث، يعني محاولة رصد المشاكل حسب يعني الشعبة وحسب الخصوصية كل مشكل على حدة، محاولة تفكيك المشكل ومحاولة إيجاد الحل المناسب، وذلك باستحضار الإكراهات المادية والإكراهات الإدارية التي تكون لدى الإدارة، لأننا نحن هنا لتدبير المشكل وليس لخلق المشكل. والطالب بالإضافة إلى ذلك دوره يعني هو إيجاد يعني قنوات لرفع مستوى التحصيل الجامعي، مستوى البحث يعني وإشعال الجامعة على محيطها من خلال مجموعة من الأنشطة. يعني كيف يتم تفعيل هذا يعني المستوى انفتاح الجامعة على محيطها من خلال قيام الطلبة مثلا أو انخراط ديالهم في المجموعة ديال الأنشطة إما داخل النوادي أو حلقات ديال البحث يعني. ربما أظن أن في هذا المجال مجال الأنشطة الموازية للطالب أظن أن الكلية تتميز بحيوية ربما هي تجعلها من الكليات النشطة داخل على المستوى الوطني، فمعدل الندوات الفكرية والعلمية التي تقام والشراكات التي تبرم من الكلية مع مجموعة من يعني من الجهات الخارجية ومجموعة من يعني الفاعلين سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي هي تبقى من نوع يعني متميز. زيد على هذا استفادة الطلبة من دورات تكوينية في مجموعة من المجالات، مثلا مجال التنمية الذاتية، مثلا كيفية التعامل مع المشاريع، كيفية إعداد المشاريع. هناك مباريات لإبراز قدرات الطالب إلى آخره، يعني هناك مجموعة من الأنشطة وهناك فعل إيجابي من الطلبة بانخراطهم في مثل هذه. نعم، فيما يخص تنزيل البرنامج، يعني دابا انت ممثل ديال الطلبة ولكن ما يمكنش تشتغل انت بحالك، وانت تشتغل كفريق، يعني هناك فريق هناك مساعد، يعني هناك فريق مساعد. أكيد هناك فريق مساعد. هناك أولا يعني هناك وسيلة تواصل مباشرة مع مثلا منسقي الأندية داخل الكلية، هناك الاستعانة بالمنافسين اللذان كانا معي في هذا الاستحقاق، على اعتبار أن لهم
يعني هناك لديهم أفكار، لديهم مجموعة من الأمور التي يتوفرون عليها، لولا هذا لما كان قد ترشح لهذه الانتخابات. هناك مسألة التي هي أساسية، محاولة إعداد مكتب الطلبة، والذي سيراعي فيه أن يكون تمثيل لكل شعبة على حدة، تمثيل شعبة الفيزياء، تمثيل شعبة مثلاً الرياضيات التطبيقية، الرياضيات الإعلامية، علوم الحياة والأرض، شعبة القانون، شعبة الاقتصاد، وكذا تمثيليات مجموعة من الأندية داخل هذه. يبقى يعني لها دورها المهم، دور استشاري، التواصل معها طبعا، الاستعانة بمجموعة من الطلبة الذين لهم خبرة جامعية، لديهم خبرة في الحياة. فأنا أبقى مجرد شخص، إن غابت إن حضرني شيء قد تغير الأشياء، لذلك سأحاول أن أستفيد من الخبرات التي قد توفرها لي تحمل هذه المسؤولية من خلال يعني اهتمام الطلبة. وهذا في حد ذاته، هذا يعني هذا التواصل من خلال منبركم هو في حد ذاته دعوة لجميع الطلبة ولجميع القوى التي تحاول أو التي لديها رغبة في أن تنخرط في هذه العملية. مرحبا، فنحن منفتحين على الجميع، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن جميع من وضعوا ثقتهم فينا، على اعتبار أن هذه المهمة هي تكليف وتكليف ثم تكليف، ليس هناك تشريف، هناك ثقة غالية وضعت في، وهذه الثقة كيف سأقول، كتلك يعني الجوهرة التي إذا لمست شيئا غيري قد تضيع وقد تفقد معناها.